عظم دم يسوع الخروف المذبوح. يا رب نعلن قوة دم العهد، نعلن قوة دم العهد على هذا الاجتماع، نعلن قوة دم العهد على الأذهان، نعلن قوة دم العهد على المشاعر والنفسيات، نعلن قوة دم العهد. يا رب نؤمن أن دم العهد يسدد الثغرات، ونؤمن أن دم العهد يطلقنا أحرارا. نؤمن بالعهد، ارفع ايدك كده واعلن ايمانك بالعهد في هذه اللحظات. العهد يطلقك من الانحصار في الذات. دم العهد، دم العهد يفك ذهنك، دم العهد يفك روحك من المحدودية، التفكير الطبيعي الذي يحسب بحسابات العالم وبحسابات طبيعي. دم العهد يفك الآن. يا رب تعالى باسم الرب يسوع، المس كل شخص لا يحسب نفسه في هذه الدائرة التي تحتاج إلى حرية. ارفع ايدك، نرفع ايدينا كلنا، قول للرب تعالى حرر ذهني. إذا لم تدرك بالاحتياج للحرية كيف تطلبها؟ يا رب تعالى ليكن نور على الأذهان في هذه الخلوة، فندرك احتياجنا. أيها الرب، كما أدركنا احتياجنا بالأمس إلى المحبة الشديدة لكي نصلي صلوات متأججة بلجاجة، تعال يا رب افتح عينينا في هذا اليوم لندرك احتياجنا إلى الحرية. عشان كل ما نفعل ونصنعه أمامك ولك يصنع بك أيها الرب، لا يصنع بالطبيعي. يا رب أصلي باسم يسوع، ارفع ايدك كده واتحد معي. يا رب أصلي باسم يسوع، كل خادم في هذه الخلوة لا يصنع الأمور بالطبيعي. يا رب حررنا 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 من التفكير الطبيعي، لأن الطبيعي لا يفهم ما لروح الله. حررنا من التركيز على ذواتنا. ليكن نور، أعطنا أن نفهم، أعطنا أن نفهم الكلمة يا رب. ليكن نور، افتح عيني، اكشف على عيني فأرى عجائب من شريعة. اكشف عن عيني، ارفع ايدك كده قول له اكشف يا رب عن عيني. ليكن نور، اكشف عن عيني يا رب. القشور تقع في اسم يسوع، القشور تقع النهارده في اسم الرب يسوع، في هذا الاجتماع، في اجتماع المساء،
قشور تقع في اسم الرب يسوع. نكون جماعة مستنيرة ممتلئة بالنور يا رب. دعوتنا نورا، أنتم الآن نور، كنتم ظلمة الآن نور في الرب. ليكن الجسد كله نيرا كما قلت أنت أيها الرب، تكن عيوننا نيرة. ليكن الجسد كله نيرا، عيوننا كيف تستنير يا رب إلا برؤيتك، إلا بالتفرس فيك، إلا بنسيان العالم يا رب ولا الحصار فيك أنت. عيوننا كيف تستنير إلا برؤية النور يسوع. عيوننا كيف تستنير إلا برؤيتك أنت أيها الرب. اكشف عن عيوننا فنرى عجائب من شريعتك. ارفع ايدك واطلب معي باسم الرب يسوع. يكشف الرب عن عينيك، يكشف الرب عن عينيك في اسم الرب يسوع. اوه يا رب نعم باسم يسوع. هيمن على هذا الاجتماع، هيمن 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 بالروح القدس، هيمن على كل منطقة غير مهيمن عليها، هيمن على أي منطقة فيها زاد، فيها كبرياء، فيها اعتماد على الزراع. هيمن يا رب في اسم يسوع، هيمن هيمن هيمن. نستنير، عيوننا ترى فنرى أيها الرب كم نحتاجك، نرى كم نحتاجك لكي نفعل كل شيء وأي شيء. أنت قلت بدوني لا تقدروا أن تفعلوا شيء. يا رب أصلي لأجل كل خادم في هذه الخلوة، إعلان عن أننا بدونك لا نقدر أن نفعل أي شيء، وأننا بك أيها الرب أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. لمسنا بالروح، مسنا بالروح، دينا حكمة. ارفع ايدك كده قوله دينا حكمة، ليكن نور، لتكن حكمة سماوية إلهية. دينا حكمة يا رب، دينا حكمة، لا تكن أذهاننا مقيدة ولا تفسد الحي أذهاننا. ارفع ايدك قول باسم يسوع، وان افسدت الحيه اجزاء من ذهنك، ارفع ايدك وقول فعاد وعمله وعاء اخر، فعاد وعمله وعاء اخر. لو الحيه افسدت في اسم يسوع، تقول الحيه افسدت المنطقه دي في ذهني، عاد وعمله وعاء، فسد الوعاء بس يسوع يعود ويعملنا كلنا في الخلوة دي. وعاء أفضل، وعاء أمجد، وعاء أجمل أجمل، وعاء مريح. هل تؤمن أن الرب يصنع منك وعاء مريحا؟ استراحت أحشاءنا، هللويا. وحينما ترتاح أحشاءنا نحب بعضنا بعضا. أوه يا رب نعم، بقلب طاهر بشدة تمكننا، تمكننا تمكننا يا رب في اسم يسوع. ارفع ايدك قوله باسم يسوع، اصنع مني وعاء مريحا يا رب في اسم يسوع، لا أكون وعاء مزعجا لنفسي ولا ليك ولا للآخرين، لا أكون وعاء ولا إناء مزعجا للروح. اصنع مني إناء مريحا أيها الرب. تريد أن تريحني من الداخل، تريد أن تفكني عن الانشغال بنفسي ومالي وصورتي، عشان أبقى مريح وعشان أبقى مرتاح. انت عايزني ابقى مرتاح من جوه، ارفع ايدك الاثنين وقول له تعالى ريحني من جوه،
يا رب حينما لا أصير أنا مركزي، لا أصير أنا مركز نفسي، تعال ريحني يا رب من جوه في اسم يسوع. تعال فكني 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 من الجثة اللي أنا شايلها وماشي بيها، الأنا العتيق، فكني من الجثة دي النهاردة يا رب في اسم يسوع، عشان أعرف أجري وراك، عشان أعرف أجري وراك في اسم يسوع. فكني من الجثة دي، فكني من الميت ده في اسم الرب يسوع. بعدما أقام عازر، هللويا، بعدما أعطاك حياة جديدة يريد أن يحلك، هللويا، ألهم حلوه. نعم في اسم يسوع تحل من ذاتك، تحل من الأنا، تحل من العطيق في اسم الرب يسوع. تجدد ذهنك، هللويا، تلبس الجديد، أورا الشيكة الذي يتجدد كل يوم لمعرفة خالقه أرى في اسم يسوع، ليطلق روحي في هذه الخلوة. كفاية طبيعي، قل له ارفع ايدك، ارفع ايدك، سئمت الطبيعي ايها الرب، سئمت الطبيعي، وصدق انه العهد النهاردة يفكك من الطبيعي، هللويا، صدق ان قوة العهد النهاردة تخرجك من الجب في اسم الرب يسوع. صدق في النعمة، ما صدقش في نفسك، انت ولا حاجة وانا ولا حاجة، صدق في النعمة، صدق في النعمة، من فضلك كفى دفاع عن نفسك أمام نفسك، صدق في النعمة، لأنه من غير النعمة لا شيء. يا رب في اسم يسوع فك الخدام وفك المتفرغين وفك خدام التسبيح وفك خدام الأوديو، يا رب نعم فكنا جميعا، وفكني وفك الجميع يا رب نعم في اسم يسوع. هللويا 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 هللويا. خدنا من مجد المجد، خدنا من قوة لقوة، خدنا بإيمان لإيمان في اسم الرب يسوع. اوه هللويا. وعيوننا تكون دائما عليك يا رب في اسم يسوع. ارفع ايدك مرة تاني وقول للرب كده، يا رب انا بصلي النهاردة كفى تركيز على نفسي، أشكرك لك لحضورك في وسطنا يا رب. أعلن إيماني بقوة الدم، وأعلن إيماني أن الدم يشتغل فينا النهاردة يا رب. أنت كلمتنا عن قوة الدم في بداية هذا العام، عشان تقول لنا تعالوا 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 إلى الدم الذي يفك يحرر يقدس، دم يقدس، دم يخصص. ارفع العينين يا رب، ولم يروا سوى يسوع. حينما نراك أنت وحدك، أوه يا رب، أوه يا رب، حينما تفقد النفس ثقتها في ذاتها وتنظر إليك أنت وتقول لك آتي كما أنا وليس لي عذر لديك إلى الدم المسفوك. قبولي ليس لأني في ذاتي كامل، لكن قبولي لأني فيك أيها الرب كامل.
بس لازم تنزل عينك من على نفسك. كف عن فحص ذاتك مع نفسك وليس أمام الروح. دعه هو يفحصك وينقيك ويحكم على كل قش وكل عشب لكي يثبت كل ذهب. ولو ما عندكش ذهب آمن إنه في الخلوة دي تشتري من الرب ذهب. تشتري بإيه؟ تشتري بفضة الكفارة اللي اتدفعت خلاص. مش عليك غير إنك تيجي تاخد اللي الرب اشتراه لأجلك. رب اشترى لأجلك الكمال. الرب اشترى لأجلك البر. الرب دفع دفع دمه. يا رب ليستعلن العهد في هذه القاعة. دم العهد الذي يطمئننا أننا اشترينا ويطمئننا أنه مهما كانت عيوبنا برك مستعلن فينا. لما نرتاح من جوه يا رب نصير مريحين بعضنا لبعضنا. اعمل فينا بالدم عشان نرتاح من جوه. هل تؤمن ان الرب يعمل فيك عمل فوق طبيعي في هذا الاجتماع؟ ارفع ايدك كده. وفي هذا اليوم ارفع ايدك. امر مش في الذهن، لا تدركه في الذهن، امر يحصل جوه، امر يحدث بالداخل مش في الذهن لكن في الداخل. يصلح الرب، يصلح عيوبك اللي أول عيب فيها أنك شايف عيوبك أو بتحاول تدور على نقاط القوة اللي عندك عشان تقول أنا كويس. يقتادنا إلى التوبة. عمل عميق للروح القدس يا رب. ليك كل المجد. آمين. ارفع ايدك كده واعلن انه لا بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي قال رب الجنود. ارفع ايدك واعلن كده، لا بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي قال رب الجنود. قول في اسم الرب يسوع، مش بقوتي ومش بقدرتي، وارمي بنفسك كده بالكامل في هذه الخلوة على الرب. تقدر تغمض عينك تاني في بداية الكلمة ديات وترمي نفسك على الرب. غمض عينك مبص ليش. ارمي نفسك على الرب. اصنع راحة يا رب. جزء من العهد هو انه ليس انا لكن الرب. جزء من العهد انه اخذ الذي لي واعطاني الذي له. عشان كده في اي مره انت بترفع عينك من على الرب، من على الرب، وتبتدي انت تحاول ان انت تركز في نفسك، سواء ان انت متضايق من ضعفاتك او ان انت مبسوط بمميزاتك، او ان انت بتحاول تدور
عشان تلاقي أمور إيجابية تخليك في المواقف اللي ظهر فيها الخزف تثبت لنفسك إنه لأ ده حتى الخزف بتاعي حلو. ما بيحصل كده استعلان العهد في أرضك ما بيبقاش في قوته، لأنه جزء من العهد هو إنه الرب أخذ، تعرفين ده قول أبائي مشهور قوي، أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. وتلاقي طبعا آيات كتير قوي في الكتاب بتقول القول دوت يعني. فهو أخذ الذي لك، فلما أنت ده العهد، ده جزء من العهد، فلما أنت بترجع تاني تدور على الذي لك أيا كان الذي لك ده إيه يعني، فأنت كأنك بتفتح إيدك في الوقت دوت عن اللي هو ادهولك واللي هو عايز يدهولك اللي هو الذي له. فأنت دائما عندك اختيار من اتنين يعني، مفيش حاجة تالتة في الحياة مع الرب، يا إما إنه أنت تاخد الذي له فتبقى طول الوقت عينك على الرب، يا إما أن أنت تذهب إلى الذي لك عشان تزبطه عشان تحسنه عشان تطلعه كويس عشان تدافع عن نفسك عشان، فتذهب إلى الذي لك، وبالتالي أنت بتفتح إيدك وكأنك بتترك الذي له. كم واحد فاهم؟ بص ده اللي بقوله ده مهم جدا لأجل الجزء اللي هنقراه. ارفع ايدك كده قول باسم يسوع، يا رب النهاردة يحصل تبديلة، مش بفكر في الذي لي، مش بدافع عن الذي لي، او حتى مش متألم بسبب الضعفات التي لي يعني، ولا ده ولا ده يعني، ولا الرب عايزك تبقى محصور ومتألم حينما تجد انه شخصيتك حياتك تكوينك في ضعفات. في ليه الرب مش عايزك تبقى محصور ولا متألم؟ لأنه الرب أصلا أخد ده عشان يديك شخصية جديدة. فأنت في كل مرة بتتحصر في ده أنت كأنك بتحط الشخصية اللي الرب عايز يديها لك على جنب، ولا الرب عايزك تبقى محصور في أن أنت بتدور عشان تغذي أنا بأنه أنا كنت كويس في الموقف دوت، فاهمين يعني؟ ولا ده ولا ده. أمال إيه؟ أمال اللي بولس قاله، اللي هو إيه بقى اللي بولس قاله؟ لا، مين حافظ؟ لا، قول اللي جنبك كده، لا أنا. أهي بتلخص الثلاث أربع دقايق اللي أنا اتكلمتهم دول. لا أنا، مفيش اختيار يعني، هو يا أنا يا هو. والعهد ما صنعه الرب على الصليب لأجلك صنعه علشان ياخد أنا بتاعتك ويعطيك هو. ده إظهار المسيح في حياتنا، أنا تغير إلى تلك الصورة عينها مشابهين صورة ابنه. يعني إيه؟ يعني هو بياخد صورتي وبيديني صورته، بياخد أعماقي اللي مكلكعة واللي فيها أمور بسبب الطفولة واللي فيها، عايز ياخد ده ويعطيني الجديد الذي يتجدد كل يوم لمعرفة خالقه. فيا إما أنا يا إما لا أنا، أنت لازم تختار. وده قرار بتفضل ماشي بيه كل يوم كل موقف، إنه لا أنا لا أنا لا أنا لا أنا. فلا أنا دي بتشمل إني مش بتضايق
لنفسي ولا بنبسط لنفسي، لا أنا. ارفع إيدك كده وقول باسم الرب يسوع، الرب يصنع فيا هذا العمل بالروح القدس. لا أنا، لا أنا، لا أنا، لا أنا. ولا أنا دي ممكن يبقى معاها إنه أنت عندك مشاكل الدنيا، بس لأنه لا أنا فما فيش مشاكل الدنيا. فاهمين؟ يعني ممكن يبقى عندك مشاكل الدنيا بس قلبك، وده اللي هتشوفه دلوقتي في الجزء اللي هنقراه، داود كده. داود كان عنده مشاكل كتير قوي على فكرة، أكتر من اللي إحنا لما نقول مشاكل داود بنلخصها في إيه؟ بتشبع، صح؟ هي بتشبع دي مشكلة داود. لا، ده عنده مشاكل تانية كتير قوي هتشوفها دلوقتي. بس داود لأنه مدرك تماما إنه رب عمل معاه عهد، وفي العهد ده في تبديلة. أنا بحكي اللي هنشوفه في اللي إحنا هنقراه دلوقتي. داود مدرك تماما ان الرب عمل معاه عهد، والعهد ده فيه تبديله. فداود بيجي يقول عندي مشاكل الدنيا بس لا انا، عشان عندي عهد. فمشاكل الدنيا اللي عندي كلها ينفع تبتلع، واللي يظهر هو انا مبتسم، لانه اول ما قلت مشاكل الدنيا في وجوه كده تحسوا طلع عليها مشاكل الدنيا، يعني طلعت، يعني عارفين كويس قوي انها تطلع عشان نخلص عشان نسيبها ونمشي. صموئيل الثاني 23، هقرا جزء حلو بنحبه بس مش دايما بنبقى فاهمينه. حد معاه بايبل هاب وبيعرف يستخدم نادر؟ انا عايز حاجه فيها الانترلينير، العبري مع الانجليزي او العبري مع اوكي. حد تاني هنا؟ انا مش شايف مين رفع. مينا؟ اوكي، لقطين شبكه وكل حاجه. طيب، عشان الجزء ده اللي هنقراه في العربي، الحقيقه انه الترجمه في العربي بعافيه شويه، يعني من يعني مش كتير الترجمة اللي بين ايدينا ديت بتبقى بعافية، يعني الترجمة دي قوية، بس ساعات كده، فدي واحدة من الساعات يعني في عدد واحد يقولك فهذه هي كلمات داود الأخيرة. أولا أنا مش عارف كم حد من حضراتكم أما قرا الإصحاح ده قبل كده عمل زيي. أنا معظم المرات اللي بقرا فيها الإصحاح ده ما ببقاش قادر أركب حياة داود على كلماته الأخيرة، صح يا ماجد؟ يعني داود تتوقع إنه داود ده كاتب مزامير نتغنى بها ونمتلئ بروح القدس، فتتوقع لما يجي يقول كلماته الأخيرة هيقول إيه؟ هيقول كلام كبير، يعني يدينا 3-4 إصحاحات ويسبح وكلمات داود الأخيرة يعني. بعدين لما تقرا كلمات داود الاخيره، بسبب برضو ان الترجمه اللي عندنا في العربي بعافيه شويه، فبتفهمش ليه هو بيقول كلمتين وبعدين يروح ناقل بعد كده في عدد 8 على هذه اسماء الابطال الذين لداود. يعني هو بيقول، انا هقرا لكم دلوقتي، بيقول من عدد 1 لعدد 7، وبعدين ينقل بعد كده يقول لك هذه اسماء الابطال الذين لداود. هنا الدارسين البعض يقول لك ده داود كمل كلام، تكلم عن الابطال بتوعه، يعني دي نظريه، يعني البعض يقول كده والبعض يقول لا،
ده هنا ايه هذه اسماء الابطال؟ ده صموئيل بيذكر اسماء الابطال بعد كده بقى في 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 باقي الاصحاح. فبس الاصحاح يبدا بهذه هي كلمات داود الاخيره. وحي داود ابن يسى ووحي الرجل القائم في العلا. وحي داود ابن يسى ووحي الرجل القائم في العلا. حلوة صح؟ عشان بتقول شكلكم فهمتوا. بتقول هو بدأ منين؟ وحي داود بن يسى وحي الرجل القائم في العلا. على فكرة داود وهو بيقول الكلام دوت في نهاية حياته، نهاية حياته دي زي أنا هنقرأ شوية إصحاحات، يعني هنمشي كده في صموئيل أو الثاني 13 14 15 16 17 18. فهو بيبتدي من المكان الصح. وحي الرجل القائم في العلا، مسيح إله يعقوب. يعني الرجل القائم في العلا، وبعدين بيروح نقل بعد كده على مسيح. يعني ايه مسحة صح؟ وبعدين مسيح ايه بقى؟ إله يعقوب ومرنم إسرائيل الحلو. روح الرب تكلم بي وكلمته على لساني، قال إله إسرائيل إلي تكلم صخرة إسرائيل. إذا تسلط على الناس بار يتسلط بخوف الله، وكنور الصباح إذا أشرقت الشمس، كعشب من الأرض في صباح صحو مضيء غب المطر. أليس هكذا بيتي عند الله؟ لأنه وضع لي عهدا أبديا متقنا في كل شيء ومحفوظا. أفلا يثبت كل خلاصي وكل مسراتي؟ ولكن بني بليعال جميعهم كشوك مطروح، لأنهم لا يؤخذون بيد، والرجل الذي يمسهم يتسلح بحديد وعصا رمح فيحترقون بالنار في مكانهم. إيه رأيكم؟ هذه هي كلمات داود الأخيرة. مين موافق؟ ايه رايكم؟ يعني داود بعد كل الاعلانات اللي عنده وبعد كل التسبيح وبعد لما يجي يقول الكلمات الاخيره يروح متكلم عن نفسه شويه. وحي داود ابن يسى وحي رجل قائم في العلا، مسيح اله يعقوب مرنم اسرائيل حلو. وبعدين يقول روح الرب تكلم بي وكلماته على لساني حلو. وبعدين يروح داخل في قصة تاني خالص. يعني فاهمين؟ يعني إذا تسلط على الناس بار يتسلط بخوف الله، وكنور الصباح إذا أشرقت الشمس، كعشب من الأرض في صباح صحو مضيء غب المطر. وبعدين أليس هكذا بيتي عند الله؟ حد من الناس اللي فتحوا يقول لنا العبري بيقول ايه؟ الجزء اللي هو عدد 5. طيب اقول لكم عدد 5 بيقول ايه لغايه ما هم يطلعوها. احنا عندنا في العربي فان دايك وهو بيترجم لقى داود دخل في قصه كده، قال لك اذا تسلط على الناس بار يتسلط بخوف الله، كنور الصباح إذا أشرقت الشمس، كعشب من الأرض في صباح صح ومضيء. وبعدين التركيبة في العبري بعد كده معقدة شوية، بس كأنه إيه راح استنتجها لأنه بقي عدد 5 وضع لي عهدا أبديا متقنا في كل شيء. فقال لك آه هو بيقول إذا تسلط على الناس بار يتسلط بخوف الله، وهذا البار اللي بيتسلط بخوف الله
يبقى بقى ايه الوضع، بقى يبقى كنور الصباح اذا اشرقت الشمس، كعشب من الارض في صباح صح ومضيء غب المطر. وبعدين في عدد 5 بعد كده بيقولك لانه وضع لي عهدا ابديا متقنا في كل شيء ومحفوظا، افلا يثبت كل خلاصي وكل مساراتي. يبقى اول 5 دي افضل ترجمه ليها هي انه يبقى اللي هو قاله فوق عن حينما يتصلب بار، وازاي البيت بيبقى كنور الصباح اذا اشرقت الشمس كعشب من الارض في صباح صح ومضيء غب المطر. يبقى اكيد هو بيوصل ما بين الجزء ده وما بين انه في عهد مثبت متقن، انه بيته زي ده، زي اللي هو وصفه. انا عايز اتاكد ان انتوا ماشيين معايا واحده واحده. نادر لقيتها؟ شكرا جزيلا. كينج جيمس دقيق جدا في ترجمته للعبرية، لأنه العبري بيقول بعد ما بيوصف هو إذا تصلب بار والبيت الجميل كنور الصباح إذا أشرقت الشمس، ما بيقولك إذا تسلط على الناس بار يتسلط بخوف الله، وبعدين يقولك وكنور الصباح إذا أشرقت الشمس كعشب من الأرض في صباح صح ومضيء غب المطر. إيه الجمال ده؟ وبعدين يروح بقى قايل بعد كده إيه الحقيقة، ان انا بيتي مش كده. ايوه عشان لا، ايوه ما هي واضحه جدا في العبري. العبري بيقول يا جماعه بعد ما داود بيقول كده راح بيقول الحقيقه انا بيتي مش كده، انا بيتي مع ان انا بار، داود بار، بس بيقول الحقيقه ان انا بيتي ولا هو كنور الصباح إذا أشرقت الشمس كعشب من الأرض في صباح صح مضيء غب المطر، السحب مليانة مية وبتنزل مية. الحقيقة أنا بيتي is not so although بيتي is not so، بالرغم من انه بيتي مش كده، الا انه وضع لي عهدا ابديا متقنا في كل شيء ومحفوظا فيثبت من خلال هذا العهد كل خلاصي وكل مسراتي. انا عايز اتاكد ان كل الناس اللي موجوده فاهمه. حد فاهم؟ معلش ارفعوا ايديكم عشان اعرف ان انتوا فاهمين. في حاجات يعني الوعظ بقى محتاجها. لو ما كانش داود قال كده كان يبقى عندنا مشكله كبيره في قراية حياة داود. لو كان داود قال لنا على فكرة أنا بيتي كنور الصباح إذا أشرقت الشمس كعشب من الأرض في صباح صح ومضيء غب المطر، أليس هكذا بيتي عند الله زي ترجمة فان دايك كده؟ أي دارس للكتاب المقدس يروح راجع كده شوية إصحاحات ويشوف بيت داود. لو داود كان بيقول أنا بيتي كده وعشان كده أقام لي عهدا عشان انا عشان انا بيتي جميل وكويس قوي والشمس مشرقه والزرع طالع فاقام لي عهدا، اي دارس للكتاب يروح راجع كده. ارجع معايا صموئيل الثاني 13 نقرا شويه عن بيت داود. طبعا كثير من الترجمات الانجليزي أخذت المعنى العبري الصحيح وحطيته، بعض الترجمات الإنجليزي عمل زي فان دايك بعضها. أيهما مشجع أكتر؟ اسأل اللي جنبك كده.
أيوه مشجع أكتر. عارفين الترجمة دي بتفكرني لما يجوا يتكلموا عن خادم مثلا أو سواء بقى كان ده حاصل أو ده مش حاصل، يعني يقول لك وقد نشأ في بيت لأبوين تقيين، صح؟ كل الخدام نشأوا في بيوت لأبوين تقيين. طب إحنا إيه يعني؟ يعني هو لازم نشأ في بيت الأبوين التقيين، يعني أمين طبعا دي حاجة مش وحشة، يعني بتفهمنيش غلط، لو هو نشأ في بيت الأبوين التقيين هللويا طبعا، يعني هللويا، بس ده مش شرط، يعني إنه يبقى نشأ في بيت الأبوين التقيين عشان أنت مش عشان تقدمه لي لازم تقنعني إنه كل حاجة في حياته كانت جميلة قوي، العكس تماما. ده لو كل حاجة في حياته كانت جميلة قوي ده في حد ذاته بيقول لي ان انا ما ليش استخدام. لو هو ربنا بيستخدم كل اللي في حياته حاجات جميلة قوي ومن ابوين تقيين وامين امين 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 يبقى اولادنا من ابوين تقيين، امين بالتأكيد امين، وامين لو ده صحيح في حياة خادم بالتأكيد امين، بس مش دي التقديمة، مش دي الدباجة. وداود فاهم ده كويس قوي. داود بيقول اذا تسلط بار بيبقى شكل البيت كذا 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 كذا. وبعدين داود ما عندوش اي مانع انه يكتب بالروح القدس. داود بيكتب بالروح القدس، انتوا واخدين بالكم؟ انا بيتي مش كده، وبالرغم من ان بيتي مش كده هو أقام لي عهدا أبديا متقنا في كل شيء. اسمها النعمة. هذه هي النعمة. النعمة. بصوا بقى على بيت داود بقى. مش تعرفوا الراجل قد إيه كان صريح. داود بيته ما كانش كده. بس قلبه كان متناغم مع العهد. متناغم مع العهد ازاي؟ ما بيبصش على نفسه. بص ممكن يبقى بيتك عك السنين زي ما بيقولوا، صح؟ ما استخدمش خالص التعبير دوت، بس يعني عشان لو في حد بيستخدمه يفهم. عك السنين، بيتك عك السنين، بس قلبك متناغم مع معنى العهد. اللي بياخد عك السنين ويعمل لي عهدا أبديا. تعرفين أعتقد متقنا دي ممكن نادر برضو، يعني مترتب لترتيب، كل حاجة فيه مترتبة. وكأنه داود شاف كل اللخبطة اللي في بيته ديت، ولا حاجة ولا هتأثر في دعوته في اللي الرب بيعمله معاه. عشان كده بدأ لك وحي القائم فين؟ في العلا. أصل لو نزل تحت هتشوف دلوقتي، لو نزل تحت هيلاقي ايه؟ قالك وحي الرجل القائم في العلا، اللي كل اللي شايفه اللي فوق مش اللي تحت. بيته هنا خراب، هتشوف في خرابة في بيته، بس هو مش شايف، هو شايف اللي فوق. ويعلن أن قوة العهد ستضمن أنه على كرسيه سيجلس الملك. جزء من دعوة داود ده ايه؟
يجلس على كرسي داود، يجلس على كرسي داود، كرسي داود ينفع يختل اذا داود صدق انه ده الواقع اللي انت هتقراه دلوقتي، وانه اللي هيحصل في حياته هيبقى على مقاس ده. دعوته تختل طول ما هو مش مصدق اللي انت هتقراه دلوقتي، ومصدق العهد، وانه هذا العهد ابدي، وهتكلم معاك شويه في ابدي ديت. فبصدق انه العهد ابدي ومتقن ومرتب وعكس كل حاجه عنده في البيت، وهو ده اللي هو هيكمل بيه. قلبه ده ألف به إيه؟ عدم تركيز على أنا. ألف به. وهتشوف بقى ده بقى موضوع، أنا نفسي نقرأ الإصحاحات كلها بس يعني هنحاول. وجرى بعد ذلك أنه كان لأبشالوم، مين أبشالوم؟ ابن داود. أنه كان لأبشالوم ابن داود أخت جميلة اسمها ثمار، فأحبها أمنون. مين أمنون؟ ابن داود بس من زوجة أخرى. وأحصر أمنون للسقم من أجل ثمار أخته لأنها كانت عذراء، وعصر في عيني أمنون أن يفعل لها شيء. وكان لأمنون صاحب اسمه يوناداب ابن شمعي أخي داود، وكان يوناداب رجلا حكيما جدا، في الأصل يعني بيعرف يفكر كويس. فقال له: لماذا يا ابن الملك أنت ضعيف هكذا من صباح إلى صباح أما تخبرني؟ فقال له أمنون: إني أحب ثمار أخت أبشالوم أخي. قال يوناداب: اضطجع على سريرك تمرض، إذا جاء أبوك ليراك فقل له: دع ثمار أختي فتأتي وتطعمني خبزا، ادعيها يعني، وتعمل أمامي الطعام لأرى فأكل من يدها. فاضطجع أمنون وتمرض، فجاء الملك ليراه. فقال أمنون للملك: دع ثمار أختي فتأتي وتصنع أمامي كعكتين فآكل من يدها. أرسل داود إلى ثمار إلى البيت قائلا: اذهبي إلى بيت أمنون أخيك اعملي له طعاما. ذهبت ثمار إلى بيت أمنون أخيها وهو مضطجع، أخذت العجين عجنت، عملت كعكا أمامه، خبزت الكعك، أخذت المقلاة وسكبت أمامه، فأبى أن يأكل. وقال أمنون: أخرجوا كل إنسان عني. فخرج كل إنسان عنه. ثم قال أمنون لثمار: إيتي بالطعام إلى المخدع فآكل من يدك. فأخذ ثمار الكعك الذي عملته وأتت به أمنون أخاها إلى المخدع، قدمت له ليأكل، فأمسكها وقال: لا، تعالي اضطجعي معي يا أختي. قالت: لا يا أخي، لا تذلني، لأنه لا يفعل هكذا في إسرائيل، لا تعمل هذه القباحة. أما أنا فأين أذهب بعاري؟ دعار، دعار ليها وعار لداود وعار للعيلة كلها. أما أنت فتكون كواحد من السفهاء في إسرائيل. بصوا يا جماعة، إحنا بنقرأ الحاجات دي وبنعديها عشان صورة داود العظيمة جدا جدا اللي قدامنا. صورة داود العظيمة اللي قدامنا ما كانتش بسبب واقع حياته، كانت بسبب ثقته في العهد، وهي اللي مسمعة لغاية النهاردة قدامنا. بس الحقيقة لما ترجع للموقف ده، ده ايه؟ ده مصيبة في البيت. في هنا مصيبة في البيت، اللي هي المصايب اللي بتقف عندها التاريخ بتاع العائلات، فاهمين؟ يعني يقول لك بعد المصيبة دي، ما قصد بعديها واحد هيموت واحد، وبدأ يقول لك بقى واحد هاجر، واحد في السجن، واحد في ما هي المصايب، هي بتبقى شبه دي كده. ده بيت داود. أما أنا فأين أذهب بعاري؟ وأما أنت فتكون كواحد من السفهاء في إسرائيل. والآن كلم الملك إنه لا يمنعني منك. بتحاول هي تلاقي أي طريقة. فلم يشأ أن يسمع لصوتها، بل تمكن منها وقهرها واضطجع معها. ثم أبغضها أمنون لإيه؟ لأنه أرواح شريرة، أرواح نجاسة تخلي الشخص يرغب في علاقة ما، أو لما يبقى العلاقة دي تيجي، أو بعد كده أرواح شريرة تعمل على نفسيته وتعمل. يا رب في اسم يسوع، ارفع ايدك قول باسم الرب يسوع، حفظ يا رب، حماية. أبغضها أمنون بغضة شديدة جدا،
حتى أن البغضة التي أبغضها إياه كانت أشد من المحبة التي أحبها إياه. قال لا أمنون قوم انطلق. قالت له لسبب هذا الشر بطردك إياه هو أعظم من الآخر الذي عملت به، لأنه شعر بالعار وشعر فلم يشأ أن يسمع لها. دعا غلامه الذي كان يخدمه وقال أطرد هذه عني خارجا، اقفل الباب وراءها. كان عليها ثوب ملون لأن بنات الملك العذارى كنا يلبسنا جبات مثل هذه. أخرجها خادمه إلى الخارج وأقفل الباب وراءها. جعل الثمار رمادا على رأسها. رماد، رماد ده تحط على الرأس لما يبقى فيه مصيبة زي دي، عار في حالة انه حد كمان يموت او ده الرماد. عملت ايه؟ ثمار شعرة بكم العار الذي حدث في هذه العائلة. هذه عائلة داود، هذا بيت داود، دول اولاد داود، اولاد داود، ثلاثة من اولاد داود في هذا الموقف. وبعدين عدد 23 هجري بيك شوية. عدد 23 كان بعد سنتين من الزمان أنه كان لأبشالوم جزازون. أبشالوم اللي هو ابن داود اللي هو أخو ثمار من نفس الأم، جزازون في بعل حصور التي عند إفرايم. فدعا أبشالوم جميع بني الملك، وجاء أبشالوم إلى الملك وقال هو ذا العبد الجزازون، فليذهب الملك وعبيده مع عبدك. قال الملك لأبشالوم لا يا ابني لنذهب كلنا لألا نثقل عليك. فألح عليه لم يشأ أن يذهب بل باركه. فقال أبشالوم، هنا أبشالوم بقى شايل جواه اللي أمنون عمله ويريد أن ينتقم من اللي أمنون عمله. فألح عليه أبشالوم فأرسل معه أمنون وجميع بني الملك. أوصى أبشالوم غلمانه قائلا انظروا متى طاب قلب أمنون بالخمر، وقلت لكم اضربوا أمنون فاقتلوا، لا تخافوا، أليس إني أنا أمرتكم؟ فتشددوا وكونوا ذوي بأس. فعل غلمان أبشالوم بأمنون كما أمر أبشالوم. يعني عملوا إيه؟ موتوا. ده بيت داود، واحد من ولاده بيزني مع واحدة تاني والآخر بيقتل. تقول لي آه بس ده أبشالوم عنده نخوة فيعني. لا بص، روح على الإصحاح اللي بعده على طول 15، سيبكم من 14 برضو فيه شوية أحداث كده مش لذيذة، بس 15 عايز أجيب لك الحاجات الميجور. عدد 1، وكان بعد ذلك أن أبشالوم اتخذ مركبة وخيل وخمسين رجل يجرون قدامه، وكان أبشالوم يبكر ويقف بجانب طريق الباب، وكل صاحب دعوة آت إلى الملك لأجل الحكم كان أبشالوم يدعو إليه ويقول من أية مدينة أنت؟ يعني ناس جايين لداود عشان يفصل في أمور، في أمور معينة بينهم، فيقول من أحد أصباط إسرائيل عبدك. فيقول أبشالوم له انظر أمورك صالحة ومستقيمة، ولكن ليس من يسمع لك من قبل. بيعمل إيه أبشالوم؟ بحرض الناس ضده، بيقول لهم بصوا انتوا كويسين قوي وامورك صالحه، وده لو في عايز يقول لهم كده لو في حد بيحكم يعني كل حاجه تطلع تمام، بس انت للاسف ما فيش حد يبص في الامور بتاعتك من عند الملك. أبشالوم ده ابن داود. انا بوريك ايه بيت داود. يقول لك في اخر عدد 6، فاسترق أبشالوم قلوب رجال إسرائيل. وفي نهاية 40 سنة من الملك يعني قال أبشالوم للملك دعني فأذهب وأوفي نذري الذي نذرته للرب في حبرون، لأن عبدك نذر نذرا عند سكناي في جشور في أرام قائلا إن أرجعني الرب إلى أورشليم فإني أعبد الرب. فقال له الملك اذهب بسلام. قام وذهب إلى حبرون، وأرسل أبشالوم جواسيس في جميع أصباط إسرائيل قائلا إذا سمعتم صوت البوق فقولوا قد ملك أبشالوم في حبرون. دي اسمها إيه بقى؟ خيانة، ثورة، انقلاب. بيشيل أبوه
شيل الملك اللي رب مسحه. هذا هو بيت داود، دول ولاد داود. وبعدين يقول لك في آخر عدد 12، وكانت الفتنة شديدة وكان الشعب لا يزال يتزايد مع أبشالوم. فأتى مخبر، المرات القليلة اللي هتلاقوا فيها مخبرين في كتاب مقدس، يعني بيخبر، يعني دي مش مخبر بمعنى ممكن حتى التشكيل بتاعها خلاها تنطق بشكل مختلف. مخبر، أتى مخبر إلى داود قائلا إن قلوب رجال إسرائيل صارت وراء أبشالوم. فقال داود لجميع عبيده الذين معه في أورشليم. بصوا بقى، عشان إحنا الجزء اللي فات ده إحنا شايفين فيه إزاي بيت داود مش زي اللي هو بيكتبه في ختام أقواله، صح؟ بصوا على الجزء اللي جاي عشان هنشوف فيه إزاي قلب داود اختراع إلهي. يمكن أن يكون في حياتك كل العك اللي موجود في الدنيا في بيتك، لأنه خلي بالك أما بقول بيتك دي يعني إرادة أشخاص آخرين، صح ولا إيه الأخبار؟ ممكن، على الرغم أني أشجعك ودائما سأشجعك أن تتمسك بأن يكون بيتك بالكامل للرب. أنا وبيتي نعبد الرب، تخلص أنت وأهل بيتك. بس داود هنا واضح اللي كان حاصل في بيته أنه ما كانوش بيختاروا الاختيارات الإلهية، قلوبهم ما كانتش مظبوطة على نفس الضبط بتاعت العهد بتاع داود. بص بقى داود بقى، فأتى مخبر إلى داود قائلا إن قلوب رجال إسرائيل صارت وراء أبشالوم. فقال داود لجميع عبيده الذين معه في أورشليم قوموا بنا نهرب، لأنه ليس لنا نجاة من وجه أبشالوم، أسرعوا للذهاب لألا يبادر ويدركنا وينزل بنا الشر ويضرب المدينة. هو ده طبيعي؟ ده مش طبيعي. الطبيعي انه يعمل ايه؟ انه يحاربه. طب هو ما بيحاربوش ليه؟ مش عشان هو خايف منه على فكرة، وده هيبان جدا بعد كده لما أبشالوم يموت. هو ما بيحاربوش عشان بيحبه. حد هنا؟ هو ما بيحاربوش ومش عايزه يموت عشان بيحبه. بس خلاص الوعظة خلصت. هو ما بيحاربوا وما بيعملش اي حاجة زي ما هتشوف بعد كده، لانه هو مش مركز نفسه. لو هو مركز نفسه اول ما يسمع يشم خبر ان أبشالوم هياخد المملكة، انا الملك، بس هو مش مركز نفسه. داود مش مركز نفسه. ارفع ايدك كده وقول باسم الرب يسوع، انا يا رب اصلي اروح من الخلوة ديت مش مركز نفسي، مش بتخانق عشان نفسي. فقال داود لجميع عبيده الذين معه في أورشليم قوموا بنا نهرب لانه ليس نجاة. عدد 15، قال عبيد الملك للملك حسب كل ما يختار سيدنا الملك نحن عبيده. فخرج الملك وجميع بيت وراءه. انتوا عارفين محبة الناس اللي كانت باقية مع داود لداود كانت تكفي ان هم يخلصوا القصة ديت انا اعتقد في يومين مثلا ولا حاجة. ليه؟ لانه في محبة شديدة جدا لداود في هذا الوقت. ده لدرجة انه داود تأوه، فاكرين لما داود تأوه قال من يسقيني ماء؟ يقول لك ثلاثة راحوا طالعين شقوا المحلة. تعرفين يعني شقوا المحلة؟ يعني وصل أعداء.
يعني داخلين حرب. داخلين حرب ليه؟ مش عشان يحرروا اورشليم، داخلين حرب عشان يجيب لكم كوبايه ميه. وطبعا داود لذيذ جدا، بص عليهم كده، لا يا حبايبي انتوا عملتوا كل ده في نفسكم عشان تجيبوا لي كوبايه الميه دي، سكبوا امام الرب. بغض النظر ايه اللي حصل لهم في نفسياتهم لما ده حصل، بس هو ليه سكب قدام الرب؟ وعايز يقول لهم ايه؟ عايز يقول لهم اللي انتوا عملتوه ده ما يتعملش غير للرب. انتوا بتحبوني زي ما بتحبوا الرب، ما يتعملش غير للرب، وبالتالي المايه دي ما ينفعش اشربها، لازم تتدلق هنا ايه قدام الرب، عشان احطكم واحط نفسي في المكان الصح اللي فيه انا مش المركز. داود كان بيقول لهم كده، داود كان بيقول لهم كده لما جابوا له الميه، لانه لما جابوا له الميه الحركه مع انها جميله جدا جدا، بس ممكن تخلي داود يشوف نفسه المركز. اذا كان عشان كوبايه ميه عملوا كده، عشان امال لما نيجي نحارب هيعملوا ايه؟ هيولعوا في نفسهم مع الاعداء، يعني عشان يحرقوا الاعداء، ومش مهم يموتوا عشان داود ينجو. دول اللي كانوا مع داود، فداود عارف كويس قوي اذا اظهر امامهم انه ما ينفعش يا جماعه اللي بيحصل ده، عارفين بس ما ينفعش يا جماعه اللي بيحصل ده، هيعملوا ايه؟ وهو بيحبه ابشالوم، بيحبه اللي ماشي داود قلبه، مش اللي بيتاخد منه واللي بيجي له، قلبه ده اللي ماشيه، ده اللي بيحكم فيه، مش اللي بيتاخد منه اللي بيخليه ولا كرامته ولا سمعته ولا 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 الناس شايفينه ازاي، ولا هو عارف كويس قوي المعادله. لو اتخنقت لنفسي يضيع مني اللي هو عايز يدهوني، فانا ما اتخنقش. خرج الملك وجميع بيته وراءه، وترك الملك 10 نساء سراري لحفظ البيت. 10 نساء سراري دول بيعتبروا من زوجات الملك. انتوا عارفين كلمة سراري ديت كانت تستخدم كده، يعني تقدر تشوف ده في أصفار تانية. فهم أنا بقول ده عشان ملحوظة جاية بعد كده، دول يعتبروا من زوجات داود. خرج الملك وجميع بيته وراءه، وترك الملك 10 نساء سراري لحفظ البيت. خرج الملك وكل الشعب في أثره، وقفوا عند البيت الأبعد. جميع عبيده كانوا يعبرون بين يديه مع جميع الجلادين والسعاة وجميع الجتيين. 600 رجل أتوا وراءه من جت، كانوا يعبرون بين يدي الملك مع جيش. فقال الملك لإتاي الجتي، لماذا تذهب أنت أيضا معنا؟ ارجع وأقم مع الملك، لأن غريب ومنفي أيضا من وطنك. أمسا جئت واليوم أتيهك بالذهاب معنا، وأنا أنطلق إلى حيث أنطلق. ارجع ورجع إيه بقى؟ إخوتك، الرحمة والحق معك. فأجاب إتائي الملك وقال، حي هو الرب وحي سيد الملك، إنه حيثما كان سيد الملك، إن كان للموت أو للحياة فهناك يكون إيه؟ عبد قيد. قال داود لإتاي، اذهب وأعبر. انتوا واخدين بالكم داود بدأ يتعامل مع نفسه ازاي؟ بدأ يتعامل مع نفسه على انه ماشي خلاص، صح ولا ايه؟ ماشي خلاص. وهي مش سهلة خالص على فكرة ان هو يمشي، مش سهل عليه ان هو يمشي. طيب هجري برضو شوية كده، ستاشر. خلاص بقى ابشالوم بقى الموضوع بيكبر،
وناس بتنضم لي. ولما عبر داود قليلا عن القمة إذا بصيب غلام في بوشس قد لقيه بحمرين مشدودين. برضو ممكن نعدي الحتة دي. عدد 5. ولما جاء الملك داود إلى بحوريم إذا برجل خارج من هناك من عشيرة بيت شاول اسمه شمعي ابن جيرة يسب وهو يخرج. ليه عنده الجرأة ديت؟ عشان أبشالوم بقى الملك. تواخدين بالكم ولا إيه؟ صحيين ولا جوعتوا؟ فأبشالوم بقى الملك ويرشق بالحجارة داود وجميع عبيد الملك داود وجميع الشعب وجميع الجبابرة عن يمينه وعن يساره. الراجل طلع عمال يشتم فيهم ومسك شوال كده في شوية حجارة وعمال يخبطهم بالحجارة. وهكذا كان شمعي في عدد 7 يقول في سبه: أخرج أخرج يا رجل الدماء ورجل بليعال، قد رد الرب عليك كل دماء بيت شاول الذي ملكت عوضا عنه، قد دفع الرب المملكة ليد أبشالوم ابنك، ها أنت واقع بشرك لأنك رجل دماء. قال أبشاي ابن صروية للملك صروية للملك: لماذا يسب هذا الكلب الميت سيدي الملك؟ دعني أعبر فأقطع رأسه. قال الملك: مالي ولكم يا بني صروية، دعوه يسب لأن الرب قال له سب داود. مش عايز اتناقش قوي في فهم داود الراجل ده كان بيعمله، انا دايما بهرب ان اتناقش في فهمه اللي كان، بس عايز اتناقش في رد فعله، او لو عايز اقرب شويه من الحته دي، كانه داود شايف انه انا ده مش معناه ان انا موافق على داود عمله، بس انا بحاول افسر لك. كانه داود شايف انه اللي الراجل ده بيقوله له أسبابه في بيته. حد هنا؟ فداود برضو مش عايز يدخل في معركة يبرر بيها نفسه، مش قصته خالص. بص يقول له: من يقول لماذا تفعل هكذا؟ قال داود لأبشاي ولجميع عبيده: هو ذا ابني الذي خرج من أحشائي. أهو زي ما بقول لك، أهو يطلب نفسي. فكان بالحري الآن أهو بيشاور، أهو شايفين بيقول، أهو بيقول له إذا كان أنا بيتي حصل فيه كده. داود لو بيتحمق لنفسه، طب أبشالوم ابنه وبيحبه فمش عايز يقول اللي بيحصل ده ما ينفعش. طيب وشمعي ابنه متخلقش معاه ليه؟ قلبه في حتة تاني، قصته من جوه في حتة تاني خالص. اللي بقى هو بقى بالنسبة له بقى يعني اللي يسب يسب واللي يضرب بالحجارة يضرب. واللي حاصل في بيته مش بيخلي عينيه تروح لحتة تاني. حد هنا؟ قولها لنفسك بقى الجملة ديت: اللي حاصل في بيته مش بيخلي عينيه تروح لحتة تانية غير الرب. قال أبشالوم في عدد 20، بصوا نكمل باقي اللخبطة. قال أبشالوم لأخي توفل: اعطوا مشورة ماذا نفعل. قال أخي توفل لأبشالوم، بص تحسوا انتوا واخدين بالكم قال له ايه؟ الناس اللي معاهم كتب مقدسه هم اللي واخدين بالهم. اوكي بص
هات اللي بعده على الشاشة كده. قال أخيتوفل لأبشالوم: ادخل إلى سراري أبيك اللواتي تركه لحفظ البيت. فيسمع كل إسرائيل قد صرت مكروها من أبيك فتتشدد أيدي جميع الذين معك. قال يعني هم ما سمعوش لسه أنه في مشكلة ما بينهم. بصوا هذا هو بيت داود اللي فيه أخ بيزني مع أخته فأخوه بيقتل أخوه، وبعدين يروح داخل على سراري أبيه زوجاته يعني. وبعدين طبعا هنعدي نعدي نعدي صموئيل التاني بقى 18 وعدد 7. داود هنا بدأ يتحرك لأجل المملكة، لأجل الأمانة اللي رب استأمنه عليها، فعايز يوقف. بص داود لا بيتحرك بانفعالات شخصية أو نفسية أو، بس عايز يوقف اللي بيحصل. على 7 يقول لك: فانكسر هناك شعب إسرائيل أمام عبيد داود، وكانت هناك مقتلة عظيمة في ذلك اليوم، قتل 20,000. كان القتال هناك منتشرا. لو أنت كمان عايز تفسر البيت بتاع داود، مش بس بيته الشخصي لكن البيت الأمة يعني، أهو ده اللي كان بيحصل. وكان القتال هناك منتشر على وجه كل الأرض، وزاد الذين أكلهم الوعر من الشعب على الذين أكلهم السيف في ذلك اليوم. صادف إبشالوم عبيد داود، كان إبشالوم راكبا على بغل، فدخل البغل تحت أغصان البطمة العظيمة الملتفة، فتعلق رأسه بالبطمة وعلق بين السماء والأرض، والبغل الذي تحته مر. فرأى رجل وأخبر يؤاب وقال: إني قد رأيت إبشالوم معلقا بالبطمة. عدد 19. قال أخي معص ابن صدوق: دعني أجري فأبشر الملك، لأن الله قد انتقم له من أعدائه. قال له يؤاب: ما أنت صاحب بشارة في ذلك اليوم، في هذا اليوم، في يوم آخر تبشر هذا اليوم، أنا تبشر من أجل أن ابن الملك قد مات. ده فهمه شوية. قال يؤاب لكوشي: اذهب وإخبر الملك بما رأيت. فسجد كوشي ليؤاب ورقد. وعاد أيضا أخي معص ابن صدوق فقال ليؤاب: مهما كان فدعني أجري أنا أيضا وراء كوشي. فقال يؤاب: لماذا تجري أنت يا ابني وليس لك بشارة تجازة؟ فقال: مهما كان أجري. فقال له: اجري. فجرى أخي معص في طريق الغور وسبق كوشي. وكان جالسا داود جالسا بين البابين، طلع الرقيب إلى سطح الباب إلى السور، رفع عينه ونظر، وإذا برجل يجري وحده. نادى الرقيب وأخبر الملك، فقال الملك: إن كان وحده ففي فمه بشارة. وكان يسعى ويقرب، ثم رأى الرقيب رجلا آخر يجري، فنادى الرقيب البواب وقال: هو هذا رجل يجري وحده. فقال الملك: وهذا أيضا مبشر. وقال الرقيب: إني، بص داود لغاية آخر وقت نفسه إنه أبشالوم ما يبقاش حصل له حاجة، مع إنه أبشالوم ده طول ما هو موجود يا إما ملك داود في بينتزع في مشكلة، يا إما في حرب، ما هو فيش حاجة تالتة، فاهمين يعني؟ أدية دي. وبعدين في عدد 29: فقال الملك: أسلام للفتى أبشالوم؟ فقال أخي معص: قد رأيت جمهور عظيم عند إرسال يؤاب عبد الملك وعبدك ولم أعلم ماذا. قال الملك: دور وقف ها هنا. فدار وقف، وإذا بكوشي قد أتى. قال كوشي ليبشر سيدي الملك، لأن الرب قد انتقم لك اليوم من جميع القائمين عليك. قال الملك لكوشي: أسلام للفتى أبشالوم؟ قال كوشي: ليكن كالفتى أعداء سيدي الملك وجميع الذين قاموا عليه للشر. انزعج الملك وصعد إلى علية الباب، وكان يبكي ويقول هكذا وهو يتمشى: يا ابني إبشالوم، يا ابني، يا ابني إبشالوم، يا ليتني مت عوضا عنك، يا إبشالوم ابني، يا ابني. بص في عدد 5 من صموئيل الثاني 19:
داود كان هيجننهم حقيقي. فدخل يؤاب إلى الملك إلى البيت وقال: قد أخزيت اليوم وجوه جميع عبيدك، منقذي نفسك اليوم. يعني دول كانوا بيعملوا إيه؟ بينقذوك. لا تحول عينك عن الدرس الأساسي. إيه اللي مخلي داود مش شايف ده؟ إن هو مش موجود. لا، أنا بكل بساطة. فهو بيقول له دول منقذي نفسك. يا رب في اسم يسوع، في اسم الرب يسوع، المسنا لمسات قوية في هذه الخلوة لنفك أيها الرب من كل انحصار في الذات. قد أخزيت اليوم وجوه جميع عبيدك، منقذي نفسك اليوم وأنفس بنيك وبناتك وأنفس نسائك وأنفس سراريك بمحبتك لمبغضيك وبغضك لمحبيك. لأنك أظهرت اليوم أنه ليس عندك أو ليس لك إيه بقى؟ رؤساء ولا عبيد. أنت ما بتتعاملش ولا مع دول ولا مع دول زي الطبيعي المتوقع أن أنت تتعامل بيه، ولا مع الرؤساء ولا مع العبيد، ولا بتتعامل مع ده. شايفين ده إيه ده؟ ده داود مش موجود. تنفع ترنيمة، داود مش موجود. صح يا نادر؟ صح يا ماجد؟ طيب نرجع بقى، احنا عملنا فلاش باك يعني، فاهمين؟ احنا بدأنا من كلمات داود الأخيرة. نرجع بقى نقراها تاني. فهذه هي كلمات داود الأخيرة، صموئيل الثاني 23: وحي داود ابن يسّى ووحي الرجل القائم. انتوا فهمتوا هو ليه كتب كده ولا ايه؟ هو لازم يبقى وحي الرجل القائم في العلا، لانه هو لو قائم في بيته قصة تاني خالص. ووحي الرجل القائم في العلا. كل بقى ما انت تلاقي بيتك بيضغط عليك هيجيبك تحت في الارض، قول بقى زي داود: وحي الرجل القائم في العلا، وحي المرأة القائمة في العلا. مسيح إله يعقوب مرنم إسرائيل الحلو، روح الرب تكلم بي وكلماته على لساني، قال إله إسرائيل: إلي تكلم صخرة إسرائيل. إذا تسلط على الناس بار يتسلط بخوف الله، كنور الصباح إذا أشرقت الشمس، كعشب من الأرض في صباح صح ومضيء غب المطر. لو أنت قريت كل اللي احنا قريناه ده ولقيت داود بيقول أليس هكذا بيتي عند الله؟ هتقول لا، ليس هكذا بيتك. بس هو هنا المفتاح بقى، هو برضو ليه فان دايك كان جريء شوية في الترجمة دي؟ عشان أليس هكذا بيتي فين؟ عند الله، ماشية مع في العلا. ايه اللي الرب عايز يقوله لك؟ انه العهد بيخلق صورة مش موجودة. انت في العهد في الصورة المعدة ليك التي هي في قلب الرب، وكل ما بتمسك في العهد كل ما بتتنقل الصورة ديت. والصورة الأصلية اللي زي بيت داود كده بتفقد سلطانها عليك، والعكس تماما. هنا بيته، حط أي حاجة تاني، حط أي حاجة تاني. بص داود كان عارف مركزية
يعني احنا هنا لو داود هيدردش هيقول، وهو بيقول عدد 4 كنور الصباح اذا اشرقت الشمس، هيروح مدخل كده يقول الحقيقه ان بيتي ما كانش كنور الصباح اذا اشرقت الشمس، صح؟ هو بيقولها بعديها، بس انا عايز امسكها لك حته حته. الحقيقه بيتي ليس كنور، بس بمجرد ما بيرجع لانه وضع لي عهدا ابدا متقنا في كل شيء ومحفوظا، افلا يثبت كل خلاصي وكل مسراتي؟ العهد اصلا في نور. بص تعالى معايا على كلمتين هتأمل فيهم وهختم. تعالى معايا على تكوين 15. شعرت كده ان الرب بيقول لنا امبارح حتى لو التمييز مش مكتمل، المحبة الشديدة التي يسكبها الرب في قلوبنا تجعلنا نصلي صلوات مقتدرة بلجاجة تفتح السجن. النهاردة بقى الرب بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا حتى لو الوضع اللي المفروض يبقى موجود، يعني اللي داود قاله ده الوضع اللي كان المفروض يبقى موجود مش موجود، حتى لو النور اللي المفروض يبقى موجود هنا في نور، داود فاهم كده بذهنه الروحي انه اذا تصلب بار لازم يبقى في نور في المنطقة ديت، والنور ده يأثر في البيت بتاعه. طيب ده مش حاصل. الرب بقى بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا العهد في نور. زي ما لو التمييز مش مكتمل المحبة الشديدة تخلي أصلي صلوات مقتدرة تصنع معجزات، لو الأوضاع مش في اللي المفروض تكون عليه لازم أحول عيني، عشان هنا مفيش نور، هبص للعهد اللي النور أساسي فيه، عشان لما هبص للعهد واتملي بيه ممكن الناحية التانية يجي عليها النور. لما هبص للعهد واتملي بالنور وارجع ابص تاني بس وانا مش محصور، النور اللي انطبع عليا من العهد ممكن يغير الناحية التانية. بص تكوين 15 عدد 17. ثم غابت الشمس فصارت العتمة، وإذا تنور دخان ومصباح إيه بقى؟ نار. مصباح النار ده إيه؟ مضيء. نار بتضيء، صح؟ نور ومصباح نار يجوز بين تلك القطعة. يعني العهد بالنور اللي فيه يضمن انه تبديل الظلمة اللي في حياتي يحصل، بينما التركيز في الظلمة ومحاولة تغييرها بأي طريقة ما بتضمنش انه يحصل تغيير. وبالتالي لما بتقف امام الرب عشان تعلن قوه العهد، هقول في الاجتماع مع ان ده المفروض يبقى بره الاجتماع كمان، بس في الاجتماع لما بتقف عشان تعلن قوه العهد، لو انت قلبك متحد حقيقي بهذا العهد ماسك فيه، عارفين اللي كان
اللي يبقى عامل قاتل فيروح يمسك في قرون المذبح. هو العهد ايه؟ ما هو العهد ده هو المذبح بتاعك اللي انت محتاج تمسك في قرونه. يعني ايه تمسك في قرونه؟ يعني وانت موجود في الاجتماع وانت موجود في خلوتك وانت واقف قدام الرب انت حقيقي ماسك في العهد، لانه ليس لك نجاة خارج العهد. فاحنا مش واقفين بنرنم، احنا واقفين بننقص، واحنا واقفين بنقول اقام عهدا ابديا معنا. احنا بننقص عشان النور اللي في العهد هو ده الضمان الوحيد انه يحصل نور. النور اللي في العهد عند داود، اللي داود شافه في العهد، ما هو داود شاف في العهد نور. النور اللي داود شافه ده اللي ضمن انه رغم كل المصايب اللي انت شفتها في حياة داود الا انه يسوع المسيح سيجلس على كرسي داود. يعني ايه؟ يعني كرسي داود ما تهزش. يعني كل ما قرأته ما هزش كرسي داود. كل الفضيحة اللي حصلت، هو طبعا تواخدين بالكم كده الفضيحة بتاعت بتشبع ها بقت واحدة من ضمن، صح؟ فالفضيحة بتاعت بتشبع، الفضيحة بتاعت ولاده وبنته، القتل، الانقلاب، ضياع ابشالوم، كل حاجة حصلت في بيت داود لم تنجح انه كرسي داود يتهز. ليه؟ اهم جدا، حلو جدا انك تتشجع، بس ليه؟ هو قال ادي فهمت قيمة الكلمات اللي هو قالها في نهاية حياته. انتوا عارفين المفروض الكلمات اللي في نهاية حياته لو هو بيته تمام كان يعمل ايه؟ مين شاطر يقول؟ مين قال؟ برافو عليك. زي ما عمل يعقوب، لو بيته تمام بقى يجيب أمنون ده تمام بقى ويتنبأ على أمنون، يتنبأ على أبشالوم، ويتنبأ على كلماته الأخيرة تبقى داود. ما عندوش ده، بس عنده أبطال. مش مهم عندك ايه في الطبيعي، مش مهم اذا كنت جاي من ابوين تقيين ام لا، مش مهم عندك ايه في الطبيعي، المهم انت عارف تبقى القائم في العلا اللي شايف. طيب سريعا جدا، اللي هقوله ده حاجة لمصلحتك والمصلحتي بالتأكيد، مصلحتنا كلنا. يعني أقصد بحاجة لمصلحتك، يعني أنا كل ده الكلام اللي أنا بقوله ده مش بس ليك، لكن لأجل دعوتك ولأجل عمل الرب ولأجل، بس الحتة ديت أنا حاسس الرب عايز يهمس بيها في ودنك عشان مصلحتك. يعني السكة بتاعت داود تخلي عيلة داود، كرسي داود، ملك داود يثبت، ويجي الرب من نسل داود. عشان داود وهو معدي في وسط المصايب تمسك بقلبه لازق في العهد. الحتة التانية اللي فيها العدو بينجح انه ياخد ذهنك وياخد تركيزك بره العهد عشان تركز على المصايب اللي حصلها. برافو عليك يا ماجد، فقدت كل حاجه. يعني ممكن يبقى فيه مشاكل
بس انت مكمل ماسك في الدم، ماسك في العهد. بتضعف بس بتقوم، مفيش مشكله، بس مكمل جوه، مكمل. عمال تقول زي داود ما بيقول، بصوا تاني، اروح لصموئيل التاني. عمال تقول زي داود ما بيقول، وضع لي عهدا ابديا متقنا في كل شيء. عارفين عهدا ابديا دي؟ خلي بالك بقى عشان انا خلاص هختم بقى، دي بقى الكلمه الثانيه اللي انا عايز اكمل فيها. عارفين عهدا ابديا دي؟ نادر تعرف تقولها لنا بالعبري او اي حد يعرف عبري؟ عهدا ابديا اللي هي عهد خمسه. قول لنا بقى الاثنين معلش. بريت. ايوه بريت اولام او اولام بريت. بس بصوا بقى الكلمه اللي نادر قالها في الاول ديت اللي هي عندنا هنا ابديا، ابغيت عهدا يعني اولام بقى ابدي. عارفين دي نفس الكلمه اللي جت فين؟ في تكوين 2 كام دعا باسم الاله السرمدي. ممكن حد يدور لنا على الشاهد ده؟ 21 يمكن، 21. ايوه تكوين 21 صح كده. غرس إبراهيم أسلاً، أسلاً يعني شجر كبير، نوع من الشجر الكبير، في بئر سبعة. بئر سبعة دي بتاعت الكمال. ودعا هناك باسم الرب الإله السرمدي. دي أبدي، هي نفس الكلمة. قام لي عهدا أبديا يعني سرمديا، يعني اللي في العهد ده أعلى من كل المصايب اللي حصلت في بيت داود. العهد ده سرمدي، بياكل أي حاجة بتيجي في سكته. إذا أمنت بي، عهد سرمدي بياكل أي حاجة بتيجي في سكته. مين زنى مع مين، ومين قتل، ومين راح السجن، ومين خرج، ومين دخل، ومين عمل، ومين مش مهم، ومش من أبوين تقيين مش مهم. أقام لي عهدا سرمديا أبديا، عهد سرمدي فوق كل حاجة. بصوا بقى أنا مفيش وقت نخش في مقارنة ما بين الزمني اللي بيحصل في بيت داود وبين السرمدي. السرمدي ده فوق ان هو فوق كل حاجة، هو كمان بيشمل النسخة اللي ضايعة اللي انت بتدور عليها، اللي داود قالها هنا بتاعت إذا تصلب بار. العهد السرمدي بيشمل النسخة دي. أنا نفسي تيجي فرصة أفهمكم يعني نسخ. الزمن عندنا غير الزمن عند الرب، والرب معاك في نفس الآن، وبيبقى شايف كل النسخ، وبيختارك في النسخة اللي فيها ملء العهد. اللي بيحقق اختياره ان انت كمان تختار النسخه دي. اللي بيكسر اختياره، ممكن اختياره يتكسر، ممكن يتكسر. اللي بيكسر اختياره انك تختار نسخه تانية. تختار نسخه تانية ازاي؟ انك تيأس.
انك تقول انا مش من ابوين تقيين وامنون زنى مع سمار وابشالوم قتل امنون. ايه ده؟ ايه العيله دي؟ بصوا انا قلتها لكم في جملتين اهي بس. وقتل امنون وبعد ما قتل امنون راح زنى مع العشر وعمل انقلاب. ايه العيله دي؟ فتروح انت مختار الاختيار اللي رب ما اختارهوش في الصرمدي، تختار اختيار مش اللي الرب اختاره في الابدي، فتروح باختياراتك للفاني. بينما اذا القرار الايمان الاراده اختارت في كل مره فيها وجع الابدي، الابدي هو اللي هيعدي، لانه الابدي قوي جدا. السرمدي ده قوي جدا، ما فيش اي مقارنه ما بين الزمن والسرمدي. الزمن كله على بعضه من اول من اول ما الشمس والقمر اتخلقوا بقى في زمن، لغايه اخر حاجه في سفر الرؤيا ما فيهاش شمس لان الخروف سراجها. هو ده الزمن اهو اللي انا قلته، ده حدود الزمن دي كلها كده على بعض نقطه في السرمدي. في السرمدي العهد، في السرمدي العهد، العهد سرمدي مش زمني، بيأثر في الزمني وبيقتحم الزمني. لما انت لانك الوحده اللي هنا في الزمن تختار تتحد باختيارات العهد، فالابدي انتوا عارفين اللي انا بقوله ده هو اللي حصل امتى؟ في التجسد. ده اللي حصل في التجسد. الابدي ابن الله الازلي الابدي صار جسدا. فلما صار جسد عمل ايه؟ قلب الزمن كله. في كل مرة هيتصور فيك يسوع هتقلب الزمن، ومش هتضطر تكتب زي داود بيتي is not so بس هاليلويا لأنه كتب although. مش هتضطر تكتب كده، ينفع تكتب حاجات تاني. اختار 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 الأبدي، اختار السرمدي، اختار اختياره ليك، اختار اختياره ليك. الآيات بتجيب بعض. رسالة بطرس الأولى الإصحاح الأول، أنا بس عايز أفهمك يعني إيه هو اختارك في حالة وبس يعني، وبعدين هنصلي بعد كده عشان العشاء. بطرس الأولى 1:1، بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين من شتات بنطس وغلاطية وكبدوكية وأسيا وبثينية المختارين بمقتضى علم الله الآب السابق. بعض اللاهوتيين او يعني المفكرين يروح واقف عند الايه دي يقولك بص اهو مختارين بمقتضى علم الله السابق. يعني ايه؟ يعني ربنا اختار اكس واي زد للهلاك، اي بي سي للخلاص، اهو مش مكتوب اهو بمقتضى علم الله السابق اهو. طب ما كم بقى الايه؟ المختارين بمقتضى علم الله السابق في دي ايه؟ في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع، دي حالة الاختيار مش اكس واي وزد. مختارين بعلم الله السابق في تقديس، يعني ايه؟ يعني هو اختارك في هذه الحالة في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح.
هو اختارك في الحالة ديت. هتفهم؟ ولأنه اختارك في الحالة دي، فأنت لما بتبقى، لو أنت ابن حقيقي للرب، لما بتبقى في حالة تانية، هو بيظل مصر على الحالة اللي اختارك فيها. لأنه هو اختارك فيه، وفيه كل تقديس، فهو بيفضل مصر. هو اختارك فيه، وقفت لأجلك أو لأجلكم لكي لا يفنى إيمانك. يعني أنت إيمانك يا بطرس بقى زيرو. أنا رحت بقى مختار أن أنا أقف وأنا شايفك شخص يفتح لليهود وللأمم. اخترت أني أقف أمام الآب أصلي لكي لا يفتن إيمانك، لأني مش مختار باقي الحالات ديت، أنا مختارك في الحالة دي يا بطرس. فاختياره في الحالة دي في اللي أنا بقوله ده لا يعني إنه لو أنت مش في الحالة دي فهو رفضك، لكن يعني إنه مش مختار باقي حالاتك فما بيديهاش استمرار، لأنه مش مختارها. كم واحد هنا؟ هللويا. ده العهد، العهد سرمدي. لما بتتحد بالعهد، طبعا لما بنقول العهد مركز العهد هو دم يسوع، اسمه دم العهد، دم العهد الأبدي السرمدي، يعني دم العهد الأبدي. الدم هو مركز العهد، الدم هو مركز العهد. فده معناه انه ينفع يبقى في حياتك شبه اللي كان في حياة داود، بس تقول مع انه حياتي مش في الوضع الامثل، لكنه اقام لي عهدا ابديا متقنا في كل شيء، وانا ثابت في العهد ده هعدي انا وبيتي وحياتي ومستقبلي. غمض عينك وارفع قلبك للرب. ماذا تحتاج؟ تحتاج أن تقف ويحصل موقف قلبي بإرادة حقيقية إن هو اتجاه واحد وفيش رجوع. هذا الموقف الإرادي في قلبك اللي اتجاه واحد ومفيش رجوع، أنا في العهد، والعهد هو اللي فيه النور، والنور اللي في العهد هيفرض على أرضي. وهقول جملة بس بين قوسين، وسواء الوضع اتغير او ما اتغيرش انا في العهد مش راجع. بقول بين قوسين لانه مش ده، مش هو ده الايمان اللي المفروض تقف فيه. ثق جدا في اللي الرب بيعمله فيك، ثق.
الخلوة دي مليانة استثناءات. أؤمن إن كل استثناء الرب بيعمله في الخلوة دي بيعمله علشان يغير حياتك تغيير عميق. مش مهم ايه اللي في بيتك، مش مهم ايه الارض اللي انت شايفها محترقة. الأرض كانت خاربة وخالية، كان روح الله يرف على المياه. قال الله ليكن نور فكان نور. يا رب تعامل مع كل مناطق فيها يأس وفيها واقع بيقول انه الواقع ما بيتغيرش. وحدك يا رب تستطيع ان تخلق. لم تكف عن ان تكون خالقا، انت خالق. كلمتنا أنك تغير الأوقات والأزمنة، اخلق هذا الزمن يا رب ثقتنا في العهد، في العهد ارفع ايدك في هذه اللحظات. احبائي اشر ان الروح يرف علينا ليخلق. ثقتك في العهد تخلق بيت جديد، ثقتك في العهد جاء سليمان من التي لأورية يا رب المنتهى أحببتني مر
أتبعك من
كل قلبي أنا لك كل عمري أحبك أدعوك مت لأجلي لأنك حملت عاري لأنك أخليت نفسك أحببتني للمنتهى لأنك مت لأجلي لأنك حملت عاري لأنك أخليت نفسك أحببتني للمنتهى فينا يا رب بعمق. حط ايدك كده على قلبك يا رب، تعالى عالج اشفي. بتأكيد داود كان متعبا، لكنه عرف الطريق يغني للرب. قول له يا رب تعالى اغسل كل تعب، تعالى اغسل يا رب بعمق، اعمل فينا يا رب الروح. ليس لنا يا رب، اعمل فينا. اعمل فينا الآن يا رب، فيصير كل شخص فينا الواقف في العلا اعمل فينا يا رب، فتمزق كل أربطة الواقع. اعمل فينا تشفينا أيها الرب من كل تأثيرات عملها العدو وعملها العالم، أو حتى يا رب عملها أحبائنا بقصد أو بدون قصد. شفينا يا رب. أنت بتكلمنا يا رب عن البيوت وعن العائلات، مرة واثنين وثلاثة، اجتماع واثنين وثلاثة، لأنك تريد أن نفهم. لأنك تريد أن تريحنا. حين سرت إليه لأريحه. حين سرت لأريحه. يا رب أنت عايز تريحنا،
بأن تقول لنا إن الصعاب مش مشكلة، إن المشاكل مش مشكلة، المشكلة الحقيقية هي إنه المشاكل تعمل مشكلة في قلبي. يا رب أنا مش عايز المشاكل تعمل مشكلة في قلبي، أختار العهد، أختار العهد الأبدي المتقن، أختار أن ألتصق بيك يا رب. نقي قلوبنا، نقي قلوبنا، نقي قلوبنا من أي حاجة الأمور الصعبة عملتها، نقي قلوبنا يا رب عشان لما تيجي تشهد عن قلوبنا تقول وجدت قلب داود عبدي كل تبريرات أي حد فينا ادعى نفسه إنه بسبب الأمور الصعبة. نقي قلوبنا قلوبنا فلا نسب شمعي ابن جيره، ونقي قلوبنا يا رب فلا نكره ابشالوم، نقي قلوبنا يا رب حتى لو افواهنا في مرات بتقول تبريرات زي داود، حاجات شكلها مهم، الحاجات العبيطة اللي بتطلع منك في مرات انك تفهم موقف غلط تقول الرب هو اللي قال لشمعي سبني،
داود كان فاهم غلط، بس ده ما منعش انه قلبه في الموقف ده كان زي قلب الرب. مش مهم انت فاهم ازاي، مش مهم انا فاهم ازاي يا رب، مش مهم انا بقول فاهم صحيح ولا خاطئ. ارفع ايدك وقول يا رب انا لا اريد ان افقد قلبي الذي هو بحسب قلبك. لانه قلب داود ده هو اللي عدى من كل حاجه. تعالوا نرفع ايدينا كلنا ونتحد. يا رب ليكن لك قلبك كقلب داود. قلب داود هو اللي عدى من كل حاجة. مش زراعه، مش مهارته، ومش حتى ان حياته كلها كانت صح. الرب الذي يغسل البيوت والعائلات. محوتها أقبل إلي تائبا بدم الحمال اغتسل خطاياك نسيتها صليب معلقا يحمل أثامك والهوى. انظر إلى الرب الآن سيعتغاضى عن جهلك يعطي بموته الحياة على الصليب معلقا يحمل أثامك والهوان سيتغاضى
جهدك يعطي بموته الحياة. أقبل إلي تائبا بدم الحمل اغتسل خطايا نسيتها وذنوبا محوتها. نرفع يدينا جميعا ونعلن دم الرب يغطي كل جهل كل ضعفات. ارفع ايدك واعلن دم الرب يغطي أزمنة الجهل في اسم الرب يسوع. واعلن كده انه دم الرب اللي بيغطي هو الدم اللي بيقدس وهو الدم اللي بيطلق. أشكرك يا رب لأنك تريحنا من الداخل، تصنع راحة. مد إيدك خد راحة من عند الرب الآن، راحة وهدوء. أشكرك يا رب لأجل عمل الروح القدس العميق فينا. مياه الراحة اخترق ارواحنا نفوسنا اجسادنا. اشكرك لانك ترسم الاتجاه من اول وجديد، ترسم الطريق من اول وجديد، انه طريقا ليس فيه رجوع. أشكرك لأنه الآن تقطع كل ربط مع أفكار اليأس، مع أفكار الهدم. الآن تقطع باسم الرب يسوع وتذهب ولا تأتي مرة أخرى. كل أفكار تدعو إلى الهدم، كل أفكار تدعو إلى الانفصال، كل أفكار تدعو لانفصالك عن الجسد حتى باسم الرب يسوع. يا رب أشكرك أشكرك أشكرك. تقطع هذه الربط بقوة الدم. دم يسوع له قوة نارية. إلهنا نار آكلة ودم يسوع اسمه دم ابن الله له قوة حارقة يحرق يحرق. دم الرب يسوع حينما يرش دم رش دم رش. نرش الآن دم يسوع على كل أفكار سلبية. نرش الآن دم يسوع على كل أفكار فيها انفصال، فيها هروب، فيها ابتعاد. نرش الآن دم يسوع. ارفع ايدك كده وقول باسم يسوع. نرش الآن دم يسوع. نرش الآن دم يسوع. هللويا. وهزيمة. هللويا. هزيمة لمملكة الظلمة. هزيمة لإبليس وجنوده. هزيمة لأرواح الشر. هزيمة لأرواح الغي والأرواح الغباء. هزيمة لأرواح البرودة. هزيمة هزيمة لأرواح الانفصال. هللويا. هزيمة هزيمة هزيمة. كل رياسة بتعمل في هذه الدائرة، في دائرة الانفصال، خطية عملت فصل. خطية عملت فصل. أول فصل حصل كان بسبب الخطية. آدم أين أنت؟
ارفع ايدك قول باسم يسوع انا حر من تأثيرات روح بابل، انا حر من تأثيرات روح بابل. بابل تعرف تلخصها في كلمتين، انا وبعدين فرقة. قالوا احنا اتفرقوا. بابل هي كل مرة بتقول فيها انا والعدو عايز يجيب بعديها انا وبعد الطوفان فرقة. نرفع ايدينا ونعلن احرارا من روح بابل، احرارا من روح بابل، احرارا من روح بابل. احرارا من روح بابل. مره تاني ارفع ايدك واعلن معي احرارا من روح بابل. وتأثيرات بابل أحرار 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 من روح بابل ومن تأثيرات بابل. الامتلاء بالروح بيعمل عكس اللي بابل عملته. بابل فرقت، الامتلاء بالروح يجمع. نمتلئ بالروح فنجتمع معا. دي الوحدة، هي دي الوحدة، هي دي الوحدة الحقيقية. الوحدة أننا سقينا روحا واحدا. الوحدة مش بنعملها بإيدينا، الوحدة تصنع حينما يسكب الرب. هاليلويا. ارفع إيدك كده باسم الرب يسوع. قال ليكن نور. ارفع ايدك كده وقول باسم الرب يسوع قال ليكن نور فكان نور. قال ليكن نور فكان نور. نور يسترد، نور يصنع استرداد. قول كده بصوت عالي النور يصنع استرداد. النور جزء من عهدي مع الرب. النور يهوى أوري، الرب نوري يهوى أوري، هو أعطاني ما له وأخذ مالي. أخذ الضلمة بتاعتي واداني النور بتاعه. يهوى أوري، الرب نوري، الرب نوري وخلاصي، الرب نوري،
الرب نوري. هللويا قول كده قول الرب نوري. هللويا الرب نوري الرب نوري. وضع لي عهدا أبديا متقنا في كل شيء ومحفوظا، لذا يثبت كل خلاصي وكل مسرتي. مش هيثبت خلاصي ومسرتي عشان أنا حياتي كاملة، هيثبت خلاصي ومسرتي عشان عهد الرب معي، عشان العهد. ارفع ايدك كده واعلن هاليلويا. مش عشان بين داود كان كامل، لكن عشان العهد مع داود. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. اعمل فينا يا رب بالروح القدس. هاليلويا هاليلويا. الرب نوري خلاصي خلاصي. هيا نهتف نهتف. من نخاف؟ الرب حصن حياتي، حصن من أرتاح. الرب نوري الرب نوري خلاصي خلاصي من مكان. الرب حصن حياتي، حصن ممن أرتاح، لأنه يكبرني في مظلته يوم الشوق. يسترني بستري خيمة على صخرتك، لأنه يخبئني، لأنه يخبئني في يوم الشوق. يسترني بستري خيمة على صخرتك، يرفعني الرب نوري خلاصي خلاصي من أخاف. الرب حصن حياتي، حصن من الرب نوري. الرب نوري خلاصي خلاصي من أخاف. الرب حصن حياتي، حصن من أرتعي. هللويا ليك المجد والكرامة والبهاء، ليك علامة سلطانك فيه غالب. هللويا ليك القوة والجلال، بشرب رعجبة نعمتك بتغيرني. ليك المجد والكرامة والبهاء النور يحررني. ليك القوة والجلال، بشرب رعجبة نعمتك بتغيرني. يا إلهي أنا قلبي يسجد ليك، يا إلهي أنا قلبي يخضع ليك، يا حمل مذبوح عني. يا إلهي أنا قلبي يسجد ليك، يا إلهي يا حمل مذبوح. يا اللي مت بدالي، يا اللي مت بدالي، كل احلامي في السماء بتشفع فيها. عمري ضاع واشتريته، قلبي كف لقيته، وفتحت لي عينيا. يا اللي مت بدالي، يا اللي مت بدالي، شايل كل احلامي في السماء بتشفع فيها. عمري ضاع واشتريته، قلبي تف لقيته، وفتحت لي عينيا. يا إلهي أنا قلبي يسجد ليك، يا إلهي أنا قلبي يخضع ليك، يا حمل مذبوح عني. يا إلهي أنا قلبي يسجد ليك، يا حمل مذبوح عني.